فكره احتفاليه العلوم بتقوم على سوق العلوم، سوق كده زي ما انت شايفه اكشاك، وكل مؤسسه او مدرسه او جامعه او جمعيه اهليه بتقدم حاجه تفاعليه، تجربه بتشرح نقطه معينه في الموضوع اللي بتغطيه الاحتفاليه. النهارده جاي اشرح حاجات على المستمع الاصلي اللي هو الميه، فاحنا جايين نشرح تجارب مختلفه عن خواص الميه، عن تطبيقات عمليه في الحياه اليوميه، ان احنا نشوف المياه دي نقدر نستخدمها في ايه، نولد بيها طاقه ما نولدش بيها طاقه، نشربها نستخدمها ازاي اعرف اذا كانت المياه دي نظيفه مش نظيفه.